احنا بهذا اليوم تستذكر شهدائنا الابطال من الحشد الشعبي هذا اليوم، الخونه والعملاء والدواعش اللي دخلوا واحتلوا الموصل وهبت على اثر الفتوى العظيمه من السيد الله ان شاء الله يطول عمره، وعلى اثرها قام ابناء الحشد الشعبي بالتضحيات. نثني على الجهود التي حرروا بها الموصل او المناطق التي كان داعش يستحوذ عليها. صراحه العراقيين اجمع تكاتفوا يد واحده، سواء كان حشد شعبي او الجيش العراقي البطل او الشرطه الاتحاديه وبقيه الاجهزه الامنيه على تحرير هذه الانجاز من هذا البلد النقي. الحشد الشعبي حررت هاي الموصل من دولة قوات داعش، وهاي الحمد لله يعني هسه الامور هذا، واحنا نقول نأيد دولة والله يرحم الشهداء الراحة والهالة والحمد لله والشكر. نكرم كل الشهداء والجرحى ولعائلاتهم أيضا، وهؤلاء يستحقون كل الاحترام والتكريم والتبجيل لأنهم قدموا ما يستطيعون من أجل حماية هذا الوطن. أهلا بكم. عقد على المجازر الوحشية، التخريب والتدمير، السبي والهتك والأسر، ألم يستعر في نفوسنا مع كل ذكرى. مجاميع إرهابية عاثت في الأرض فسادا، استهدفت الوجود والهوية والمقدسات والسيادة الوطنية، نوايا داخلية ومحركات خارجية، محافظات كانت قاب قوسي الزوال، خيم الظلام وساد الظلم والضلال، حتى بات الجميع عاجزا عن إيقاف تمدد العابثين بعد أن شاعت لغة الانتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب أبشع أنواع المخالفات. وشاعت الأخبار بأن خفافيش الظلام على أسوار بغداد، فانطلقت الصرخة المدوية للمرجعية الدينية العليا لحفظ الأرض والعرض وصد التهديد وردع المخاطر، نداء لباه المجاهدون باستجابة لم يشهد مثيلها في التاريخ، لتغير مسار وتاريخ الأحداث ويكتب النصر للعراق. أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن في المحور الأول سيكون ضيوفي في الأستوديو الخبير الأمني الدكتور أحمد الشريف. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بك. وأيضا رئيس مركز أفق للدراسات الأستاذ جمعة. حياك الله. مرحبا بجنابك بحضرتك دكتور. 10 أعوام على سقوط الموصل بيد عصابات داعش، ولا يزال حتى اللحظة هذا اللغط يثار على تلك الليلة. يعني كيف تصف تلك ذلك اليوم أو تلك الليلة بالذات؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في تقديري أقل توصيف ممكن أن نتحدث عنه أنه كان العراق مهدد بوجوده، الوجود كان مهدد، لا سيما في ظل انهيار للمؤسسات بشكل غير مسبوق وغير حتى مبرر، يعني كضغط ميداني، لأنه في التعبئة العسكرية لابد من وجود مبررات لحصول مثل هكذا انهيار. فكان الإسفاف السياسي والخلل في إدارة الدولة العام والشامل أدى إلى انهيار الدولة ومؤسساتها، ولذلك دخلنا في تحدي وجود. كنا في حينها يعني لا نمتلك فرص الأمل في أن نحيي
دورا مؤسساتيا او دورا تعبويا عبر وسائل التعبئه الجماهيريه، ولذلك وصلنا الى مرحله بالحقيقه من الاحباط والانكسار كبير جدا، وفوجئنا بمعادله ما كانت صداها وابعادها ميدانيه يعني حصرا على الميدان العراقي، وهو دور المرجعيه الرشيده. وفي تقديري الفتوى حققت مبدا فيه من الغرابه الشيء الكثير، بدءا انه احنا كنا نعجز عن اجراء عمليه التعبئه، نعم، فضلا عن ما يطلق عليه باعاده التنظيم للمؤسسه، لان المؤسسه تبعثرت اوراقها بشكل كبير جدا، ومساله اعاده دور المؤسسه يحتاج الى غطاء قتالي حتى نجرى عمليه اعاده التنظيم. اللي حصل انه صدرت الفتوى. الفتوى المباركه بالحقيقه كانت فيها ابعاد، اولا شكلت خط صد معنوي، التنظيم كاد يصل الى مشارف بغداد، وكان ممكن ان يعني فتره محدوده ان يصل الى مطار بغداد، وسقوط المطار في المفاهيم والاعراف العسكريه يعني سقوط العاصمه وهي معقل القرار السياسي ومعناها سقوط العراق برمته. فكانت الفتوى بالحقيقه شكلت بادئ ذي بدء خط صد معنوي واعتباري اوقف التنظيم، ثم شكلت موجة بشرية. هل كانت هناك حلول اخرى لدى الحكومات اذا مثلا نضع الحشد الشعبي والفتوى المقدسه على جنب، هل كانت لدى الحكومات حلول اخرى لحمايه الارض والارض؟ بالحقيقه ما كان عندنا اي متنفس، بل مو احنا. التهديد عدى من قبل الولايات المتحده بانه هو التنظيم الاشرس والاكثر فتكا في تاريخ الانسانيه، وعد تهديدا للامن والسلم الدوليا، ليش؟ هي الامم المتحده ومجلس الامن كان لديه قدره رد الفعل الا بعد بحدود شهر حتى تشكل تحالف دولي، والتحالف الدولي يدخل ويتموضع ويعيد انتشاره ثم بعد ذلك يشتبك. في خلال هذه الفتره المهمه والحساسه كادت المنطقه ان تنهار. لذلك لما نتحدث عن الفتوى، هذه الفتوى التي بالحقيقه صنعت اراده ما حققت فقط الامن والامن في العراق وحققت قدرة ردع محلي، لكنه ردعت إقليميا، حققت الأمن الإقليمي وحققت الأمن والسلم الدوليا. لذلك إلى الآن في خطاب الأمم المتحدة يجري الحديث على أنه لولا الفتوى ما تحقق الأمن والسلم الدوليا، اللي إذا عدت إلى ميثاق الأمم المتحدة تجد أن هذا الميثاق الذي تصالحت عليه 163 دولة في العالم، 193 دولة في العالم، أهم مقصد فيه هو الحفاظ على الأمن والسلم الدوليا. فليعي الرأي العام العراقي مدى أهمية ودور المرجعية، وفي تقديري المنجز من صنع النصر المرجعية ومن قاد الميدان المرجعية، حتى توجيهاته وإرشاداته كانت فيها بالحقيقة في الميدان واعز معنوي وتعبوي تحقق النصر. فلذلك إذا كان للنصر صانع فهي المرجعية. أستاذ جمعة رحب بحضرتك، حياك الله مرة أخرى. قبل 10 سنوات وفي مثل هكذا يوم، كيف يمر بذاكرتك وما هي العبرة اللي استلهمها العراقيين من هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وجد التحية بحضرتك أستاذ أحمد وضيفي الكريم جناب الدكتور أحمد ومشاهدي قناة الأيام الأفاضل، والتحية والإجلال والتقدير بلا أدنى شك موصولة إلى صانع النصر الأكبر وخيمة العراقيين الأب الروحي الكبير المرجع الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله. والتحية أيضا والإكرام إلى تلك الدماء الطاهرة التي روت أرض العراق من أجل أن نعيش هذه البحبوحة من الاستقرار ومن الحرية ومن الأمن. وبالتأكيد عندما نريد أن نستحضر هذا اليوم لابد أن نقف عند مجموعة محطات. داعش هي ليست جماعات إرهابية فحسب، داعش هي عبارة عن مشروع، والمشروع تم إعداده إعدادا كاملا، ولدينا أدلة ووثائق بالصوت والصورة. عندما نتحدث عن عام 2005 كانت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك كونداليزا رايس، وحصلت انتخابات في العراق وفاز الإسلاميون ذات الغالبية الشيعية بالانتخابات، نعم، في مقابل فازت حماس أيضا بالانتخابات التي جرت في غزة والضفة الغربية. وطرح أحد الصحفيين سؤالا لها: الديمقراطية الأمريكية أنتجت لنا
قيادات إسلامية مناهضة لأمريكا قالت بالصوت والصورة في هذا المؤتمر الصحفي: انتظرونا بعد 10 إلى 15 عام سوف تتغير الموازين في المنطقة. وفعلا بعد أقل من 10 سنوات وجدنا هذا المنتج. قبل ذلك تصريح للسفير السعودي الأسبق بندر بن سلطان، وهو كان مدير استخبارات قبل ذلك للسعودية، تحدث أيضا بالصوت والصورة من أننا أعددنا العدة لإبادة شيعة العراق وشيعة المنطقة، وهذه كلها عبارة عن مثابات ننطلق منها لنقرأ ما معنى وماهية هذا المشروع العقائدي. هذا من جانب. البعد الآخر هو بعد سياسي. يعني أمريكا عندما وجدت بأن المجتمعات الإسلامية تؤمن بدينها الإسلامي الراسخ في وجدانها وأنها تتحرك وفق رؤية مرجعيات دينية، أرادت أن تشوه الصورة الناصعة للإسلام المحمدي الأصيل من خلال إنتاج جماعات إرهابية باسم الإسلام، يقتلون يعني يذبحون الناس الأطفال والنساء، وبالتالي يتحكمون برقاب الناس ويقومون بعمليات أشبه بالإبادة الجماعية التي تحصل في هذا في غزة، من أجل أن تسويقها هذا النموذج الإسلامي على مستوى التاريخ العميق أو على مستوى تاريخنا الحاضر. هذا بالتأكيد أيضا جزء من هذا المشروع. على الصعيد الداخلي هنالك ثمة ظروف موضوعية. يعني نتذكر جميعا الرسالة التي أرسلها 3 قيادات عراقية إلى الرئيس الأمريكي أوباما يعاتبونه على سحب القوات الأمريكية من العراق في نهاية عام 2011، السيد أيد علاوي، مطلوب القضاء طارق الهاشمي، وأسامة النجيفي. بمعنى أن هنالك ثمة بنية سياسية مفككة، عدم إيمان بالمشروع السياسي الجديد في العراق، البعض يحن حنينا إلى الماضي، البعض بالتأكيد مرتبط بأجنات خارجية، وهذا ما شاهدنا. طارق الهاشمي الآن مطلوب القضاء بسبب جرائم قتل. أسامة النجيفي هو عراب ما حصل في الموصل وما حصل في محافظة الأنبار من خلال التظاهرات والاعتصامات، كان رئيس برلمان في ذلك الوقت، وكلنا نشاهده كيف لديه مجموعة من الشروط والاشتراطات. شنو علاقة التظاهرات بتنظيمات داعش؟ تم توظيف سياسي، أن شعارات السنة مهمشون، ورفعوا شعارات قادمون يا بغداد، وشعارات الجيش الصفوي، وهكذا. هذا كلها نحن معاصرون وشاهدون على ذلك التاريخ. من ضمن شروط أسامة النجيفي التي جاء بها باسم ما يسمى بالمعتصمين سحب الجيش العراقي من المناطق السنية، كانت هي عبارة عن مقدمة لاجتياح داعش لهذه الجماعات. حصلت توأمة ما بين نفايات البعث وبقاياه من مخابرات وغيرهم وما بين التنظيمات الإرهابية، كان هناك شبه توافق. بعد أن تم احتلال الموصل انقلب الداعشيون على الجماعات البعثية. البعض يعترض على هذا كلامنا، يقول لك اللي كانوا بالساحات لا ينتمون لداعش ولا لهم علاقة بداعش وأفكارهم تختلف، ربما كانوا لدينا نحن لسنا شهود زور، نحن معاصرون لتلك التجربة. المجلس العسكري الذي تم تأسيسه ويتحدث باسم علي حاتم سليمان وتصريحاته وتهديداته لأبناء الشعب العراقي، يقول لهم اسحبوا أبناءكم وإلا سوف نبيدهم، هذا لازلنا نعيشها. صح مرت 10 سنوات لكنها حاضرة في وجداننا. تم إلقاء القبض على مجموعة من السيارات المفخخة داخل الصومعات والمخيمات الموجودة في الأنبار، وتم إلقاء القبض على قيادات كبيرة وكثير وكثير من القضاء. إذن أكو بنية سياسية مفككة، أكو تدخل خارجي، وعدم إيمان بالدولة العراقية من قبل غالبية إن لم أقل كل دول الخليج وغالبية الدول العربية. لا زال تصريح السيد ملك الأردن عبد الله الثاني لما يقول في خيمة وبالصوت والصورة، يقول ذول ندعمهم لأنهم سنة، أخواننا السنة. لا زالت تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك عندما يتحدث عن ولاء الشيعة ليس لبلدهم، لا زالت تصريحات الملك الأردني يتحدث عن هلال شيعي وإلى غير ذلك. هذا واقع لابد أن نستحضره في هذه المناسبة. هذه مو قضايا عاطفية، مو انفعالات من قبل قيادات ورمزيات بمستوى الملك الأردن والرئيس المصري. إذن ظروف أقليمية عربية لم تؤمن بالحكم الديمقراطي الجديد في العراق بغض النظر عن قناعتنا بالآليات والتفصيلات، وثمة عدم رضا أمريكي لانسحاب القوات الأمريكية في نهاية عام 2011، وهذا الذي حصل. جيد.
جيد. إذا تسمح لي أستاذ أحمد، هل كانت الظروف مناسبة ليأتي تنظيم ويزرع الأفكار في عقول الناس وبالتالي يستطيع أن يجد بسهولة حواضن تحتويه حتى يستطيع أن ينتشر بمحافظة الموصل؟ نعم، بالحقيقة كان هناك توجيه من المرجعية الرشيدة في بداية خط الشروع في تشكيل الحكومة. لو أطيعت المرجعية في بداية تشكيل الدولة العراقية لا وقعنا في الفساد ولا سوء الإدارة، وكان بإمكاننا أن نتخطى كل هذه اللي تفضل عليها أستاذ جمعة، كان بإمكاننا أن نتخطاها كعقبات. المرجعية الرشيدة أعطت سلسلة توجيهات للمنتظم السياسي، ما من توجيه طلبته المرجعية نفذ كما ترى المرجعية. نعم. دليلي في ذلك أنه لولا الفساد وسوء الإدارة وهذا المشروع الضخم والعملاق وهذا التهديد الذي وصف من قبل الولايات المتحدة بأنه الأشرس والأكثر فتكاً، هزمته بندقية مقاتل مؤمن بمرجعيته، مؤمن بعقيدته، نزل إلى الميدان قلب هذه المعادلة. هل تعلم أن واحدة من الأمور التي شخصت كإشراقات وإضاءات لفتوى المرجعية الرشيدة أنه إحنا وصل عدد المتطوعين فاق 3.5 مليون، علماً أنه الصين تعدادها 1.5 مليار، عدد الجيش عندهم 1.5 مليون، فإحنا في فتوى حققنا 3.5. إذن كانت إمكانية التعبئة غير المتاحة سياسياً أتيحت إلى المرجعية الرشيدة. الآن نقيم الذي حصل، هل اتعظنا من التجربة وانتفعنا وقلنا أن دور المرجعية يفترض أن لا يكون إلا يعني يعامل بنقاء عالي وفهم عالي حتى نجري نوع من التوأمة بين الميدان السياسي وبين الفضاء الرحب الذي تتمتع به المرجعية، حتى دول الجوار روضت وهي تختلف منا عقائديا. نعم. لصالح رؤى وتوجيهات المرجعية، ولاحظ مرجعيتنا الآن صداها وين، وأيضا رؤية المرجعية ربما قد تختلف. نتذكر كل إحنا يعني يوم الفتوى الجهاد الكفائي ما كنا نحس بأنه الخطر قريب، وكان حتى البعض، أنا واحد من الناس تفاجأت بأنه المرجعية فتوى وجهاد وهيك خطر وما أعرف شنو، ويجيك اليوم البعض يتحدث أنه المرجعية ما تتدخل ببعض الأمور وبعض التفاصيل. هل تختلف رؤية المرجعية عن ما نراه؟ أحسنت، هو هذا الأفق اللي بالحقيقة ندرك بعد أن المرجعية الرشيدة ثبت وبالدليل أنها ترى في عتمة الأحداث ما لا نراه، وقد تستبق النظر بما يسبق نظر أصحاب الاختصاص. إحنا عندنا من صفات ضابط الركن الناجح الذي يتصدى لإدارة العمليات هو سبق النظر في الأحداث. منو من عندنا كان اللي يحمل هذه الصفة، صفة الأركان والتخصص العسكري؟ كان لديه قدرة التعبئة وقدرة قراءة أفق ورؤى المرجعية الرشيدة. فإحنا في الحقيقة كنا ولا زلنا تحت ضغط، السبب الأساسي هو عدم الطاعة. والله لو طاعين المرجعية الآن العراق يعانق السماء، نكون متقدمين وأكثر رقية حتى من اليابان، لكن ما أعطوا فرصة للطاعة. ولذلك حتى في مسألة الحشد، شوف الحشد أيقونة، أغرب ما حصل بالحشد أن الحشد ذوب الهويات الفرعية. نعم. وتجد في الميدان المسيحي والصابئي والمندائي وامرأة مسيحية كبيرة بالعمر قاعدة تسوي طعام حتى تدز للحشد المسلم الشيعي. هذه المعادلة من اللي خلقتها؟ خلقتها فتوى المرجعية. هل استثمرنا فتوى المرجعية استثمار أمثل؟ ما احنا الآن في 10 سنوات مرت من التجربة ولا زالت المرجعية تغلق أبوابها بوجوهنا جميعا. السبب لأنه إلى الآن لم نرتقي إلى مستوى هذا البعد الأفق الذي تتحلى به المرجعية. فإذا نحن بالمناسبة لو قطعنا ما وصلنا إلى أن يحصل بنا ما حصل. أستاذ جمعة، شباب فتية يعني كبار بالسن في فتوى الجهاد الكفائي شفتهم يلبون النداء ويتوجهون بسرعة إلى الساحات. إذا اليوم أريد منك فد وصف لهؤلاء من لبوا النداء، لا كانك راتب، لا كانك مغريات، لا غيرها لا غيرها، شنو اللي ممكن نقوله بحقهم بهذه الذكرى؟ هذا المشروع الذي استجاب له الشباب العقائدي العراقي
فيه أبعاد كثيرة. واهم من يعتقد بأن الانتصار أو مخرجات الفتوى هي عبارة عن انتصار عسكري. الفتوى أنتجت لنا كثير من الانتصارات. أولاً أنتجت لنا للعالم أجمع بأن العراق مرتبط بدينه، نعم، بثوابته، بعقيدته، قبل أي ارتباط بأي هوية ثانوية. هذا واحد. ولهذا مئات الآلاف بل الملايين ربما من الذين تطوعوا في نفس اللحظة التي أطلقت فيها فتوى الجهاد الكفائي يوم الجمعة. هذا يعبر عن مدى ارتباط هؤلاء الشباب وتربيتهم تربية عقائدية. ثانيا، أن المعركة كانت معركة عقائدية بالدرجة الأساس. داعش تنظيم عقائدي بصراحة، نختلف معه لكنه مستعد أن يضحي بنفسه من أجل ثوابته ومن عقيدته، وإن كان على باطل، لكن ردة الفعل أيضا كانت عقائدية. بينا للعالم بأن الإسلام المحمدي الأصيل هو ليس داعش، وإنما هذا هو النموذج الذي يدافع عن الإنسان بما هو إنسان، عن الصابي، عن الأيزيدي، عن 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 السني، وعن بقية مكونات المجتمع العراقي. وهذا ما حصل تقريبا نسخة مما حصلت في معركة صفين، عندما رفعوا أولئك أيضا شعارات ورفعوا القرآن الكريم والمصاحف على رؤوس الأشهاد، وقام عمار بن ياسر يخطب عندما حصلت شبهة في داخل جيش أمير المؤمنين، اعتبار ذلك أيضا المسلمين يصلون ويصومون كما أصحاب أمير المؤمنين وجيش أمير المؤمنين يصوم ويصلي. إذن هنالك ثمة شبهة تحتاج إلى ثمة بصيرة دقيقة حتى تفرز الخنادق. الفتوى أفرزت الخنادق بأن أولئك الإسلام هو الإسلام الأموي الذي بقر البطون في زمن أمير المؤمنين وفي زمن الخوارج، وأيضا أباد المجتمعات الإسلامية، هو المجتمع، هو ذلك النظام الإسلامي الأموي الذي قام بإبادة جماعية في مكة وفي المدينة، عندما قام بإباحة المدينة 3 أيام، وأخذ الناس يزيد في ذلك الوقت على أساس أن يبايعوه على أنهم عبيد. إذن تم فرز الخنادق، هذا واحد. الانتصار الآخر اللي تحقق بالمعركة قبل الانتصار العسكري هو الانتصار الاجتماعي. كيف؟ تقريبا سنة كاملة وأكثر، وبعض القيادات السياسية في المنطقة السنية يحاولون أن ماذا؟ أن يرفعوا شعارات طائفية، السنة مهمشون، الشيعة يقتلون السنة، وإلى غير ذلك. وبعضهم ذهب إلى الخليج وإلى مخابرات غربية وأمريكية من أجل الاستقواء على الدولة العراقية. وكان تصور هنالك أو الانطباع حتى لدى بعض المجتمعات السنية بأن الشيعة يريدون أن يقضوا على السنة ويريدوا أن يحاربوهم على أساس طائفي. حتى توتر العلاقة بين الجيش والمواطنين كان اليوم نشوفه، كانوا يسمونه بالجيش الصفوي. الفتوى واستجابة أبناء الجنوب تحديداً ودفاعهم عن أبناء المناطق السنية، وكلنا شهدنا كيف أن هذا الشاب البسيط كيف ينحني أمام الأمرأة العجوز من الأنبار أو من محافظة نينوى ليحملها على ظهره حتى يوصلها إلى مكان، كيف شبروا غيره من الشهداء في الحشد الشعبي، كيف يتقاسمون رغيف الخبز مع أخوانهم في المناطق السنية. هنا أصبحت صدمة لدى المجتمع السني أن الشعارات التي كانت ترفعها بعض القيادات الطائفية واللي تقول داعش أكثر كياسة من الجيش العراقي، وهذا تصريح مؤدعى السيد أسامة النجيفي محافظ نينوى، وكثير من القيادات السنية تتحدث عن الدور السيء والسلبي لأثير النجيفي في تسهيل أمور داعش للدخول إلى محافظة نينوى بعد أن سيطر داعش على نينوى. ماذا قال؟ تصريح موجود، يقول داعش أكثر كياسة من الجيش العراقي. هذا التأجيج الطائفي عندما جاء أبناء المناطق الجنوبية واختلطت دماؤهم بدماء أبناء المناطق السنية، أصبحت ثمة صدمة بأن أولئك الطائفيون الذين يرفعون شعارات الطائفية هي لمصالح حزبية فقط أو لارتباطهم بمخابرات خارجية. هذا واحد أيضا والأرضية الأجواء كانت مناسبة يعني لتصديق هكذا ادعاءات وغيرها، أما اليوم نشوف العكس تماما، وهذه أحد إيجابيات نتائج هذا. بالتأكيد الآن ما نعيشه من عملية انسجام اجتماعي. شوف، بعد أن تحقق الانتصار عادت أو حاولت أن تعود من جديد النبرة الطائفية، اسحبوا الحشد الشعبي من المحافظات السنية. أول من تصدى لهذه الدعوة هم أبناء العشائر وزعماء القبائل في المناطق السنية، قالوا هؤلاء أبناؤنا، دماؤهم دمائنا، وهم الذين دافعوا عن عرضنا وعن كرامتنا في الوقت الذي تاجر
بعض السياسيين السنة بدماء وأعراض أبناء تلك المحافظات. إذن أكو بعد غيبي في هذه الفتوى، هذا أولا، وثانيا أكو بعد عقائدي في هذه الفتوى. والانتصار الذي تحقق هو ليس انتصارا عسكريا فقط، انتصار اجتماعي وكذلك انتصار عسكري، فضلا عن الانتصار السياسي اللي تحقق والآن ما نعيشه. أكو خلافات سياسية صحيح، لكن خلافات سياسية بينية، مو ما بين السنة والشيعة أو ما بين الكرد وما بين العرب، لا، خلافات كردية كردية، خلافات سنية سنية، خلافات شيعية شيعية، وهذا جدا طبيعي ضمن السياقات الديمقراطية. أحسنت أستاذ أحمد، يعني الفضل كل الفضل لمن جاد بنفسه وضحى بدمه وترك أولاده وأيتام. شنو نتائج وماذا يعني حققت هذه الدماء التي سالت على الأرض لتحريرها وتطهيرها من براثن داعش الإرهابية وانعكاساتها اليوم؟ نعم، بالحقيقة هي أرست أسس نموذج. النموذج ما عاد نموذج حكرا على العراق، أصبح نموذجا إقليميا ودوليا. ولاحظ حتى كثير من وسائل الإعلام بدأت تغير خطابها بشكل كبير جدا، فلولا هذه الدماء الطاهرة الزكية ما تحقق هذا الأمر، فضلا عن أنه في الميدان كانت هناك إيحاءات قرأت من قبل الجميع كيف تنتصر إرادة محدودة القوى وتصنع نصرا بهذا المستوى. لم يكن هناك توفيقا إلهيا، لأنه حتى الاجتماع وقدرة التعبئة لولا أنها تكون مصادق للنص القرآني واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. من هذا الآن اللي عنده قدرة أن يعبئ ملايين دون أن يمتلك دالة سياسية ولا يمتلك مال ولا يمتلك قدرة الإكراه أو الإغراء؟ كيف يتحقق هذا الأمر؟ ما لم يكن هناك توفيق إلهي. هذه بالحقيقة باتت مصادقها حاضرة، واليوم ترقبوا في الميدان الاجتماعي في مسرح الأحداث عموما من الخليج وصولا إلى مصر، التفتوا إلى أي بعد يحيى وأين أصبحت قضية الحسين عليه السلام في هذه المعادلة. هذا هو بالحقيقة النصر، لكنه أنا دائما أركز على حقيقة مؤداها، أن للحشد قائد وللنصر صانع، وكلاهما بالحقيقة يتعلقان بالتحديد بسماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني. لولاه كان رجلا هبة من الله سبحانه وتعالى في مرحلة عدت له، بل ربما أمد الله سبحانه وتعالى في عمره، ونتمنى أن يطول هذا العمر إن شاء الله بإذن الله لتحقيق هذا الهدف. لأنه تخيل لو لم تكن مرجعيتنا موجودة ماذا كان حال المنطقة عموما؟ لا تساقطت كتساقط قطع الدومينو. فإذا أنا في تقديري في هذه المرحلة نستلهم دورين، دور الشباب العقائدي ودور وأهمية المرجعية الرشيدة، ونقرأ الأحداث قراءة دقيقة، وأن لا نشاكس ونخاصم المرجعية، وأن ندع المرجعية بأفقها الواسع تقرأ الأحداث، وما تمليه علينا نتقبله بصفة أوامر. ولذلك أنا أعتقد المرجعية مرجعية قيادة. الخبير الأمني دكتور أحمد الشريفي، أشكرك جزيلا. شكرا جزيلا. ورئيس مركز أفق للدراسات الأستاذ جمعة العطواني، شكرا جزيلا لجنابك، شكرا لكم. إذن مشاهدينا، ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول الذكرى العاشرة لسقوط الموصل بيد عصابات داعش الإرهابية، لنتابع.
إذن مشاهدينا، ملفنا الثاني راح يكون عن إعادة إعمار الموصل بعد 7 أعوام على تحريرها من دنس عصابات داعش، وراح نفتتحها وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي. منذ تحريرها من قبضة داعش الإرهابية تجري عملية إعادة الإعمار في مدينة الموصل شمال العراق بشكل بطيء رغم صرف التخصيصات المالية لها، حيث لا تزال المدينة القديمة تحمل آثار الدمار والإهمال تنتظر يد المسؤولين تنفذ الغبار عنها وتعيد بنائها من جديد. الموصل خصوصا المنطقة القديمة صح أكو تخصيصات لكنها مو من المستوى المطلوب بمجالين. أولاً التخصيصات جائز ما تكفي على أعمار هذه المنطقة القديمة الأصيلة التراثية. اثنين تبقى يم الحكومة المحلية في داخل الموصل عجبة هل قاعد تستغل هذه التخصيصات؟ هل كانت عندها نظرة أفقية دقيقة في إعمار هذه المناطق القديمة لو مجرد فقط تصريحات؟ منظمة اليونسكو استمرار الأعمال لإعادة إعمار جامع النورية ومنارته الحدباء وكنيسة الساعة لا تزال مستمرة، ومن المؤمل اكتمالهما نهاية العام الجاري. ويصف مراقبون أن عمليات الإعمار اقتصرت على تعبيد الطرق وإنشاء الجسور تاركة خلفها المؤسسات الصحية والتعليمية والأماكن التراثية التي تصارع الإهمال على مدار السنوات الماضية. مركزين على بس طرق جسور، يعني تعبيد الطرق وتعبيد وبناء الجسور. اكو غير شغلات يحتاجها المواطن من صحه، من خدمات، مي، كهرباء. جاي نلاحظ اعمار بس فقط الجسور والطرق، لكن البنى التحتيه اللي هي العفو المدارس والكنائس تعرف هي متعدده الطواف، يعني ماكو نظره الها، يعني فقط على الجسور والطرق. ونتمنى يعني من حكومتنا يعني ينتبهون للمدارس، لان تعرف الطلاب والمنطقه ما شاء الله الموصل كبيره باهلها، فتعرف يعني راد نظره للمدارس، للكنائس، للمساجد، للمستشفيات، لان هي ضروريه. الاعمار هو حديث اهالي الموصل حاليا، لا يتحدثون عن المشاريع الخدميه فحسب، بل ايضا عن بطء اعاده اعمار المدينه القديمه التي لا تزال اجزاء واسعه منها حطاما. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن محور الحديث في ملفنا الثاني راح يكون مع عضو الحركة الديمقراطية الآشورية الأستاذ ينادم كنا. مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم. أهلا بجنابك. بعد 7 أعوام على تحرير محافظة نينوى، يعني هل أعاد الإعمار ما خربه الدمار في هذه المحافظة خلال فترة تنظيمات داعش والحرب مع هذه التنظيمات الإرهابية؟ تفضل. يعني أساسا سقوط الموصل كان تهديد لسقوط الدولة العراقية، وسقوطها ما كان مجرد أنه أخطاء داخلية، لا، كان مشروع دولي وأقليمي ومحلي، التقاء مصالح كان. ولهذا يعني كان أقدر أقول يعني عوامل عديدة تراكبت، عدل فساد وسوء الإدارة وهذه موجودة. فأما هل تم الإعمار أم لم يتم؟ قبل أن نبدأ بالإعمار سؤال صغير جبالي، ليش الموصل دون غيرها هي أول المحافظات من سقطت بيد التنظيمات الإرهابية؟ يعني بالحقيقة ما كانت أول، السقوط بدأ من مناطق غرب الأنبار وشمال الأنبار، البادي، الجزيرة، بدأ منها كمان، لكن الموصل كان مستهدف. موصل تحديدا يعني مدينه 3-4 مليون نسمه، اكثر من 3.5 مليون نسمه موصل، هاي واحد. اثنين هي يعني اسمها مبين موصل، توصل لك الشمال بالجنوب وشرق بالغرب وكذا، حدود دوليه عندها طويله عريضه يعني مئات الكيلومترات، فكانت الاقرب والاكثر تاثيرا بالمشهد. في الحقيقه انا يعني لا اغالي اذا قلت اسقاط الموصل واسقاط غرب العراق كان جزء من مشروع دولي اولا، والتقى مع الاقليمي والمحلي. الدولي شنو؟ رادوا بفر زون، منطقه امنه من قطر الى اسطنبول لانابيب الغاز والكذا، حتى هاي مقدمات الحرب في اوكرانيا. زين.
زين حتى يستغنون عن الغاز الروسي والنفط الروسي. فهي المنطقة لازم تصير متجانسة في جهة واحدة وليس ما من يحكم بغداد غير ناس يعني موالين وكذا. فلهذا كانت موصل، لأن يعني موصل يعني مساحات شاسعة لازم يمر منها أنابيب الغاز والنفط والكذا القطري الخليجي الكذا إلى إسطنبول حتى يصير بديل للطاقة الروسية في هذا الصراع الدولي، وفي ذات الوقت إقليمي وذات الوقت داخلي. يعني خربطاتنا احنا هي صراعاتنا. اقل ما اقول انه مساله الماده 140 مثلا، الموصل وكركوك وتكريت الى حد ما وديالة، هالاربع محافظات مشكله باقيه لا زالت قائمه ما حد يحكي عليها، لكن هي حقيقه. هي منطقه هي اداريا دستوريا للسلطه الاتحاديه، بينما امنيا هي سيطر عليها مثلا قوات من اقليم، هي سلطات يعني مختلفه وحدود سيطرات وهذا وكذا. فمشكلة هاي وين منو اليوم اللي يسيطر على الموصل؟ لحد الساعة موجودة. نعم وين؟ داخل الموصل؟ مو داخل الموصل، لا بين الموصل بين مناطق نينوى، شمال نينوى، سنجار مثلا. شوف قوات مشتركة، قوات مختلفة عفوا، متعددة الجنسيات بها، اللي هي يساري واللي هي يميني، اللي هي حشد اللي هي شرطة. ايش المشكلة اذا تعددت القوات الأمنية اللي مسيطرة على المناطق؟ اذا دولة ما بها وحدة القيادة والسيطرة تصير فوضى، تضيع المسؤولية. لا انطيني مثلا احد السلبيات من وجود قوات مختلفة داخل. تضيع الحزبة، تضيع الحزبة، ما تعرف شليلة وضع راسها، كل واحد يذب على الثاني، إذا هي فساد، إذا غياب سلطة القانون، إذا هي أي فوضى أي كذا زعزع. فأبسطها هي سنجار مثلا. فاليوم وقفوا من تعمير إعمار موصل، تفضلت سؤالك. جهة أجنبية وقفت من أعمار قرانة شمال تلكيف، شلت التلفون عليهم قلت لهم ليش وقفتوا؟ قالوا والله هاي مسلحين بالمنطقة دا ياخذون أتاوات من شاحناتنا من مواد البناء دا نجيبها، احنا ما ننطي الرشوة، ما يصير، لا يجوز يعني. فإذا وقفنا أحسن. هاي مثال زين. هذا المهجر اليزيدي أو المسيحي، المسلحين اللي داخل المنطقة من خارج المحافظة من خارج المنطقة، قسم منا من خارج منطقة وقسم منا لا محلية، مو شرط يعني مختلفة اشكال. فقضية بزنس صارت يعني، لا هي رسالة أمنية ولا هي مسك الأرض ولا شيء، بزنس أتاوات. الموصل تضررت وفساد، الموصل تضررت كثيرا من هذه الحرب، وأيضا خصصت لها أموال لإعادة بنائها وتعويض المتضررين. شلون نشوف نسب التقدم بإعادة تعميرها، تعويض المتضررين وما صرف لهم؟ هناك الكثير من يتهم بأنها أصبحت صفقات فساد كبيرة ومشفوهة ولم تصل الأموال إلى مستحقها. هي قسمين، هي مدينة الموصل وهي ضواحي. بهذه الميزانية الأخيرة تم تخصيص مبلغ 50 مليار إلى سنجار وسهل نينوى، يعني راح يتقاسمون. بس هاي أول مرة. 2017 تحرر 18 كلها، 19 كلها، 20 كلها، ولا فلس أحمر ما شفنا ثلاث سنين أولى، لأنه كورونا ولأنه مدري شنو وسعر النفط مدري شلون، ما كان أكو منظمات إنسانية أجنبية. أما بعد العشرين بلش هذا الشيء، لكن هم هناك مثل ما تفضل فساد. الحق نجم الجبوري داخل المدينة يعني اشتغل كثير. فالموصل يعني ثقلها كلش كبير، 11,000 وحدة سكنية بس مركز الموصل، 6,000 منها صار ويا تراب ويا القاع، وهي كلها تاريخية قديمة، وال5,000 الباقي ما تنسكن بعد. إذا أحتاج نسبة، شقد نسبة الفساد اللي كانت في موضوع تعويض المتضررين وإعادة إعمار الموصل؟ بتعويض المتضررين يعني ما أريد أذكر أسماء، لكنه بكل الوزارات المعنية من الهجرة إلى المدري منه، كل واحد سوى له مشاكل، ماكو واحد بلا مشاكل، كلها الشركة المحلية والاتحادية. فالمشكلة هنا يعني بدل ما كان ينجز مثلا 50% من الأعمار صار 30% من الأعمار وهكذا. لكن بعد هالسنتين الأخيرتين الحمد لله تخصيصات أفضل وأداء أفضل، يعني إلى مرحلة إلى لغاية قبل سنة. الآن إذا المحافظة الجديد والمجلس الجديد نتمنى أنه يكون شوية أضبط وشوية يهتموا أكثر، لكن الحل هو سياسي قبل ما يكون إعمار. مثلا سنجار بلداتهم ما عمرت، ما يعني ما تعمرت، احنا شويه اهتمت بالسهل نينوى لان كان اسهل وما بها التعقيدات مال
القوات خارجية بيكاكا ولا تركيا قصف ولا مدري إيش صراع أقليم بغداد، ما كان أكو بها المنطقة وايا قليل أقل، لكنه هناك فدنو يمنا همينا هالسنتين الأخيرتين سنتين ثلاثة يعني ما قبل الأخ السوداني ومرحلة السوداني. نعم أنا كنت أنا على تواصل مع القائمة قائمين مع الشخصيات اللي هم يمهم شغل، فالحمد لله يعني شوية أفضل، لكن لا زالت بحاجة إلى كثير من التخصيصات حتى ترجع تستنهض. لربما احنا بالبرلمان اخذنا قرار انه موصل مدينه منكوبه، بس منكوبه غير اكو بها اهتمام خاص، بينما اكو صندوق اعمار ناصريه، احنا ناصريه بلدتنا يعني نحبها، لكنه موصل ما صارت ما صار بها صندوق اعمار، صار فقط سنجار وسهل نينوى. زين صندوق اعمار صندوق اعمار نينوى اثار العديد من التساؤلات والمشاكل، كان اكو هاي صندوق الكويت ما شفنا خير منه شيء حقيقة، يعني ماكو شيء ملموس الشكل تشوفه، شيء بسيط جدا يعني لا يوازي ولا يساوي هذا الحجم الكبير حاجب الأرض، إذا هي بنى تحتية إذا مستشفيات إذا كهرباء. اليوم حضرتك كنائب سابق عن محافظة الموصل وقريب من الناس وتعرف، نعم شلون تمت يعني طرق الفساد وعدم إيصال الحقوق لمستحقيها بالموصل، وإحنا نتحدث عن أرقام صرفت مليارات. في البداية قلت لك إذا ماكو وحدة القيادة والسيطرة بالأمور تضيع المسؤولية، واحد يذبع الثاني، بينما إذا أكو واحد جهة محددة مساءلة أنه هي المسؤولة عن هذا الشيء خلص، لكن هذا يمد إيده منه وهذا يمد إيده منه، هذا عنده شيء يسموه اللجان الاقتصادية بالموصل لا زالت موجودة، التقاسم بين هاي إلك موجودة، سواء كان بالمال سواء كان بالمشاريع سواء كان يعني مشكلة هاي، المفروض يكون شيء مؤسساتي دولة تعرف هاي الخزينة وهاي المشاريع، تعالوا يا اخوان مجلس قرروا الاولويات انطونا اياها وخلنا نشتغل. هاي واحد. اثنين، كل ما نسمع مع شديد الاسف يسمعني دوله رئيس الوزراء استثناء من شروط المدري شنو احاله، هذا الاستثناء هو باب الفساد. انت من تنطي استثناء من شروط الاحاله يعني تقول له انطي بكيفك ما تريد وخذ كوميشن اللي تريده، بس خليها وفق الشروط، لا يصير بها تنافس، يصير بها استدعاء شركات رصينه بعدين تتنافس بيناتها، وما التزم بالحد الادنى، يمكن الحد الادنى مو ذاك الرصين. ف يعني عشرات القرارات من الوزراء استثناء من شروط المدري، لا هاي وزاره التخطيط وهاي شروط الفنيه وشروط الكذا عامه اللي حطيناها، شنو يعني؟ ان كلها تستثني بالله شنو حجه الاستعجال؟ بينما عندي الاف المشاريع هي متلكئه، زين انت كلها استثناء كلها متلكئه شو؟ وإن كان استثناء واذا ما كان استثناء، اذا يردون ينطوها للي يردون ينطوها ما يقدرون ينطوها. إذا التزمت بالقانون والتزمت بالشروط العامة للمقاولات والإحالات وشروط العامة المواصفات الفنية ما يدري يبوق عنده 10% 15% هاي حلال 10 هسه يبوق 80 90%، وتالي وقت 20% سوالي عقد مدارس وأخذ له السلفة الأولى اللي هي 20% وراح سافر روح الهقة، شلون يصير هاي؟ شنو اللي تحتاجه الموصل اليوم تحديدا إذا نحن نتحدث قبل عن البنى التحتية الحل السياسي عن قبل كل شيء الحلول السياسية، يعني صار احترامي للأخ أبو المستشار الأمن الوطني العراقي مع الاتحادي مع الإخوان بالإقليم، لكن نعم. إنه ما أقول هم شو وإنما ولا لهم علاقة أهل سنجار بها، زين تعال روح طبق، ما تقدر تطبق إذا أهل نفسهم إرادتهم ما تحترم إرادتهم ناسهم اللي أصحاب القرار ما يمشي الحل، هاي صار سنتين موقعين اتفاقية سنجار ما تتمشي لحد ما مشى، النازحين صاروا جزء من المشكله، بينما النازح هذا قضيه انسانيه ما يصير يكون جزء من المشكله، فاذا ما تحل حل سياسي هالمناطق اللي حكيت بها هي حجابات صايره، مره تركيا تقصف مره ما ادري شنو مشكله بين الاقليم بين بين السلطه الاتحاديه بين حشد بين بشبرقه بين ما ادري، هاي لازم تنحل، هاي تنحل كل واحد يعرف حق، ترجع الجيش وترجع الشرطه تشوف شغلها، والباقي انه سلطات يعني طبق سلطه القانون اولا، نعم. ثم تطبق الشروط العامه المواصفات الفنيه وادري شروط الاحاله وكذا شويه، بعدين الرقابه مالتنا النزاهه مالتنا ما تستثني الناس. احنا مثال انطيك، بالبرلمان طلعنا 100 شخصيه مسؤوله عن سقوط الموصل، هاي صار سنين نايم التقرير مالنا، انطينا القضاء 50 شخصيه عسكريه وانطينا سلطات القضاء العسكري 50 شخصيه. منو ابرز هذه الشخصيات من يعني شخصيات بالبلد؟ هي كانت الحاكم، هي كانت الامر والنهي، المفروض تلاحق قانونيا قضائيا تتحاسب،
وهكذا الحرامي يتحاسب. اذا الحرامي انت اسكت على حرامي مالتي انا اسكت على حرامي مالتك، ما تنتهي ما تخلص. فلازم كلتنا نكون نلتزم بالقيم بالكذا بالقانون بالكذا. هذاك الوقت ممكن يتحرك الامر. هسه شوف اعطيك مثال واحد، 150 حقل دواجن بحمدانيه قرقوش، حقل واحد تعوض بس، شلون تعمر البلد انت من 150؟ هاي صار مثل ما تفضلت قبل شوي انت، 7 سنين من 150 حقل بس واحد. واحد تعوض، يمكن اثنين اذا مو غلطان يعني، مو اكثر، اكيد مو اكثر. زين، فهي مشكله هاي. نعم. عضو الحركه الديمقراطيه الاشوريه الاستاذ ينادم، كنا اشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعه، شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا ختام حصادنا بموجز يلخص ابرز اخبار اليوم.